بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله بطولة هامة جدا، أو قبل نهائي بطولة هامة جدا جدا جدا، بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. منتخبنا الأولمبي سيواجه في هذه المباراة واحدة من المباريات الصعبة جدا 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 بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي. سيواجه منتخبنا الأولمبي منتخب جنوب إفريقيا إن شاء الله بعد أقل من ساعة إن شاء الله. وحتى هذه اللحظة زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما حضراتكم شفتوا في المباراة السابقة، جمهور مصر تقريبا قرب يملى الاستاد. إن شاء الله نلاقي الاستاد على آخره مليان في هذه المباراة. ومنذ قليل انتهت مباراة منتخب غانا ضد منتخب كوت ديفوار، وتأهل منتخب كوت ديفوار كأولى المنتخبات في هذه البطولة إلى بطولة أو دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. ومنتخب غانا سينتظر الخاسر من منتخب مصر مع منتخب أو ضد منتخب جنوب أفريقيا. وبالتالي إن شاء الله ننتظر هذه المباراة الصعبة جدا، هذه المباراة اللي الكل بينتظر ماذا سيفعل منتخبنا الأولمبي في هذه المباراة. عايز أقول لحضراتكم أن امبارح طبعا كان عندنا مباراة مع منتخبنا، منتخب الأول كان بيلاقي منتخب جزر القمر، ولكن انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي وكلام كتير جدا وإحباطات كبيرة جدا جدا منذ مباراة أمس وحتى الآن. إن شاء الله منتخبنا الوطني الأولمبي يستطيع أن هو يتخطى هذه الإحباطات، الإحباطات اللي موجودة في الشارع المصري الحقيقة بعد الأداء السيء لمنتخبنا الوطني، سواء في مباراته منتخبنا الوطني الأول، يعني سواء في مباراته الأولى أمام منتخب كينيا أو مباراته الثانية أمام جزر القمر. كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله لمنتخبنا الأولمبي في هذه المباراة. خلينا نروح لجرافيك هذه المباراة عشان ما عندناش وقت كتير. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن هذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم. تحت شعار حلم الأولمبياد، يخوض رمضان صبحي ورفاقه في المنتخب الأولمبي مواجهة حاسمة أمام جنوب إفريقيا في 8 من مساء اليوم باستاد القاهرة، وذلك من أجل الفوز وضمان صعود لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تصدر الفراعنة الصغار للمجموعة الأولى وتحقيق العلامة الكاملة، وذلك وسط أداء وروح جذبت جميع المصريين خلفهم من أجل حلم الأولمبياد. المنتخب الأولمبي يخوض أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائي التي تحدد الفريق المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع ليتأهل الفائز فيها للأولمبياد، حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات إفريقية إلى الأولمبياد. شهدت الساعات الأخيرة جلسات نفسية من شوقي غريب المدير الفني للفراعنة مع اللاعبين، طالبهم بضرورة التركيز في اللقاء والتحذير من سيناريو المنتخب الأول الذي خسر أمام جنوب إفريقيا في دور 16 وذلك بهدف في الدقائق الخمس الأخيرة، خاصة وأن المنتخب المنافس يجيد اللعب على العامل النفسي، هو ما يحذر منه غريب، وطلب اللاعبين بضرورة الضغط المبكر وإنهاء المباراة بإحراز أكثر من هدف لإراحتهم والابتعاد عن أي ضغوط بتأخر إحراز الأهداف. واستقر الجهاز الفني للمنتخب على خوض مباراة جنوب إفريقيا بمعظم العناصر الأساسية التي لعبت مباريات مالي وغانا والكاميرون في دور المجموعات، وسيتم إجراء تغيير وحيد على الخطة، ألا وهو الدفع بعبد الرحمن مجدي في مركز الجناح الأيمن على حساب صلاح محسن بعد الأداء المميز لعبد الرحمن مجدي في المباريات التي لعب بها. من المرجح أن يدفع غريب بتشكيلة مكونة من محمد صبحي في حراسة المرمى، أمامه أحمد أبو الفتوح، أسامة جلال، محمد عبد السلام، كريم العرائي في الدفاع، أكرم توفيق، أحمد رمضان بكهم، رمضان صبحي، عمر حمدي، عبد الرحمن مجدي للوسط،
مصطفى محمد مهاجم وحيد. التدريبات الأخيرة للمنتخب الأولمبي شهدت تدريبات خاصة للمدافعين للتعامل مع الكرات العرضية التي يجيدها المنتخب جنوب إفريقي، الهجوم من وسط الملعب مع تعليمات خاصة للثنائي توفيق وبيكهام بعدم الهجوم والتأمين الدفاعي، خاصة وأن جنوب إفريقيا تجيد الهجمة المرتدة بفضل سرعة لاعبيها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الاولمبي في هذه المباراه، ان شاء الله يفرح كل الشعب المصري ويتعدى الاحباطات اللي موجوده الحقيقه من المنتخبنا الوطني الاول. هنتكلم كتير طبعا عن المنتخب الوطني الاول ولكن في حلقه بكره ان شاء الله، لان احنا النهارده ما عندناش وقت وما عندناش كلام كتير نقوله غير عن المنتخب الاولمبي. ان شاء الله اللي يحجز البطاقه الثانيه ليتاهل الى اولمبياد طوكيو في حاله فوزه النهارده على منتخب جنوب افريقيا. خلينا نروح لجرافيك هذه المباراه. مشوار مصر في هذه البطوله، كان بدات هذه البطوله في المباراه الافتتاحيه ما بين منتخبنا الوطني ضد منتخب مالي، وفاز منتخبنا الوطني بهدف مقابل لا شيء. يوم الاثنين كانت المباراه الثانيه وفاز منتخبنا الوطني على منتخب غانا بثلاثيه مقابل هدفين بعد مباراه ماراثونيه، ومباراه الحقيقه كانت رائعه من ناحيه منتخبنا الوطني الاولمبي. ثم الخميس كانت اخر المباريات، واستطاعت مصر ان تفوز على منتخب الكاميرون بثنائية مقابل هدف، وتتصدر هذه المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط. اللي بعد كده مشوار جنوب إفريقيا في هذه البطولة، جنوب إفريقيا طبعا تاني المجموعة الثانية، تعادلت سلبيا في أولى مبارياتها مع منتخب زامبيا، ثم فازت على كوت ديفوار بهدف مقابل لا شيء، وتعادلت سلبيا مع منتخب نيجيريا لتتأهل ثاني في هذه المجموعة لتقابل المنتخب الفائز بالمركز الأول في المجموعة الأولى وهو منتخبنا الوطني. ده جدول ترتيب المجموعة الأولى، مصر في المركز الأول بالعلامة الكاملة 9 نقاط، غانا في المركز الثاني ب4 نقاط، كاميرون في المركز الثالث ب4 نقاط أيضا، ومالي في المركز الرابع والأخير ب0 من النقاط. أما المجموعة الثانية، كوت ديفوار في المركز الأول ب6 نقاط، وجنوب إفريقيا في المركز الثاني ب5 نقاط، ثم نيجيريا في المركز الثالث ب4 نقاط، وزامبيا في المركز الأخير بنقطة واحدة. منتخبنا الوطني بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني، عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، أسامة جلال، محمود الجزار، أحمد رمضان بيكم، محمد عبد السلام، أحمد أبو الفتوح، كريم العراقي، أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، محمد صادق. أما خط الهجوم، رمضان صبحي، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، وناصر منسي. دي قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي، وده كان جرافيك هذه المباراة. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل ضيفنا في الفقرة الأولى دكتور أحمد ثابت، أهم نقاط القوة والضعف في منتخب جنوب إفريقيا، وأيضا الإحصاءات والأرقام الخاصة بمنتخبنا الوطني الأولمبي. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الأولمبي. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نستقبل دكتور أحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم نقاط القوه والضعف في منتخب جنوب افريقيا، وايضا اهم الارقام والاحصاءات والمقارنات ما بين لاعبي منتخبنا الوطني الاولمبي ومنتخب جنوب افريقيا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. بركه كله تمام؟ الحمد لله. النهارده مباراه مهمه، مباراه صعبه لمنتخبنا الوطني، اهم ما يميز منتخب جنوب افريقيا قبل بدايه هذه المباراه. طبعا في البدايه يعني كل الناس النهارده او كل مصر عندها حلم واحد، هو الفوز باذن الله والتاهل للاولمبياد باذن الله، ان شاء الله الحلم يتحقق.
بالتأكيد منتخب جنوب أفريقيا واحد من المنتخبات القوية، يعني منتخب قوي جدا في البطولة، بيلعب كرة كويسة جدا، عندهم سرعات مميزة جدا هنتكلم عليها دلوقتي. أقوى خط دفاع في البطولة النهارده، أقوى خط دفاع في البطولة بيواجه أقوى خط هجوم. منتخب جنوب أفريقيا يمكن لعب 3 مباريات، كسب مباراة، اتعادل مباراتين، ما خسرش ولا مباراة. أيوه. منتخب مصر لعب 3، كسب الـ3. منتخب مصر أحرز 6 أهداف في 3 مباريات، يعني معدل هدفين في المباراة الواحدة، أقوى خط هجوم في البطولة. لكن منتخب جنوب أفريقيا أحرز هدف واحد بس، كان من ضربة ثابتة دخلت شباكهم أهداف 0، يعني محافظين على نظافة شباكهم 3 مباريات حتى الآن في البطولة. إن شاء الله النهاردة تتفك بإذن الله منتخب مصر يسجل فيهم، فبالتالي أنت بتتكلم على منظومة دفاعية محترمة بتقابل منتخب جنوب أفريقيا. بيدربهم المدرب ديفيد، طبعا هم بيلعبوا بالأربعة 3-3، أو البعض بيقرأ 4-1-4-1، هي 3 ارتكاز في وسط الملعب عندهم. هم كل التشكيلة بتاعتهم كلهم في الدوري جنوب أفريقيا ما عدا 2 محترفين، رقم 9 ورقم 11. أيوة. اللي هو المهاجم فوستر ولوسر سينج اللي هو رقم 11، كلهم من جنوب أفريقيا. يعني لو بصينا على التشكيلة، دارين جونسون ده حارس مرمى أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي، الاثنين المساكين موكوميلا بيلعب في أياكس كيب تاون رقم 18، وده في بعض الأحيان بيخش كارتكاز دفاعي. ماليبي المدافع الثاني بيلعب في نادي شيبا يونايتد، جوناس الظهير الأيمن رقم عنده 18 سنة اللي هو رقم 7، وده واحد من نقاط الضعف النهاردة الباكين هنتكلم فيهم إزاي نستغلهم، رغم إن هم ما دخلش فيهم أهداف إلا أن هنتكلم على نقاط ضعف واضحة عندهم. المهاجم مهامي اللي هو الباك الشمال مهامي بيلعب في جامعة بريتروبيا لكرة القدم في جنوب أفريقيا. نركز بقى نعمل دايرة على رقم 4 موكوينا اللي هو بيلعب في سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، وده مميز جدا بالتسديد من مسافات وبيلعب الضربات الثابتة. رقم 4 قيمته التسوية 900,000 يورو، تاني أغلى لاعب في الفرقة. رقم 8 مارجيمان اللي هو الارتكاز الثاني، لاعب ارتكاز أياكس كيب تاون. مبولي بيلعب في سوبر سبورت يونايتد. الثلاثة اللي قدام هم الثلاثة الأخطر في الفرقة طبعا مع رقم 4، مهالاتسي اللي هو الجناح الأيمن رقم 6 سريع جدا، يعني واحد من بيمتلك سرعات رهيبة. لوسر سينج المحترف في موريرينزي البرتغالي، معار من براجا البرتغالي، ده واحد من أهم اللعيبة وأهم لاعب في الفرقة رقم 11، والنهاردة كريم العراقي بيقابله. تمام. المهاجم مهاجم فوستر بيلعب في سيركل بروج البلجيكي، 600 قيمته التسويه 900,000 يورو. تمام. قبل بس ما تكمل كلامك عايزين نقول التشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني الاولمبي لهذه المباراه، هو التشكيل الحقيقه هايل جدا من الكابتن شوقي غريب في حراسه المرمى، محمد صبحي ناحيه اليمين، كريم العراقي ناحيه الشمال، احمد ابو الفتوح ثلاثي في قلب الدفاع، محمد عبد السلام واسامه جلال واحمد رمضان بيكم، ثم ثنائي في وسط الملعب اكرم توفيق بجانبه عمار حمدي، وعلى الشمال رمضان صبحي كابتن منتخبنا الاولمبي، وعلى اليمين عبد الرحمن مجدي نجم النادي الاسماعيلي ونجم هذه واحد من نجوم هذه البطوله، ايضا في الامام نجم نادي الزمالك وواحد ايضا من نجوم هذه البطوله مصطفى محمد، راس حربه وحيد في هذه المباراه. تشكيل اعتقد جيد جدا لكابتن شوقي غريب، شايف نقاط القوه والضعف، اعتقد بيحاول ان هو يؤثر على المنتخب الجنوب افريقي، هقول لحضراتكم ازاي ولكن لما نيجي نتكلم على الامور الفنيه. اعتقد تشكيل جيد، تشكيل جيد، وده نفس التشكيل اللي هو بس اختلاف دخول عمار حمدي اللي كان موقوف فدخله، نفس الفكره برضه. عبد الرحمن مجدي ماشي بشكل كويس في البطوله فبيعتمد عليه بشكل اساسي للمباراه الثانيه على التوالي، تشكيله ممتازه وهي نفس فكر كابتن شوقي غريب، باذن الله ان شاء الله تكون التشكيله موفقه. يمكن تمام. اهم حاجه في منتخب جنوب افريقيا الجناحين اللي هو رقم 6 مهالاتسي ولوسر سينج، دايما فاتحين الملعب، دايما بيلعبوا جنوب افريقيا على طول حياتها كده، الوينجين على الاطراف دايما كده، يعني بص حضرتك هتلاقي ده وده دايما فاتحين على اخر الملعب دايما، والمهاجم بيبقى يعني طبعا احنا النهارده بنلعب بثلاثة ورا، فبالتالي انت عندك عمق مميز، وكابتن شوقي غريب بيقابلهم بعمق مميز، ولكن خطورتهم ان هم دايما عندهم الطرفين الوينجين دايما فاتحين ايه، فاتحين الطرف بالشكل ده، ده دايما بيلعبوا على اخر الطرف، ودايما تلاقي ان هم عندهم عمليه اهم نقطه واهم ميزه هي السرعات، سرعه التحول من الدفاع للهجوم في منتخب جنوب افريقيا. هتلاقي رقم بيلعبوا يعني الوينجات دي لما بتبقى فاتحه، رقم 8 مثلا بيلعب لهم التمرير الطولي في ظهر الباك الشمال الباكين، فبتلاقي ان الكره لو هنا مثلا عرضيه هتتلعب عرضيه، هتلاقي الجناح الثاني قاطع الجناح العكسي تتحول لمهاجم تاني، دي اللعبة الجملة المتحفظة اللي بيلعبوا عليها طول البطولة. دايما الكرة بتتلعب تمرير طولي ورا الباك، الباك يقوم عامل عرضية للجناح التاني،
اللي هو الجناح ده اللي هو مهالاتسي بيعمل عرضيه لفوستر، فوستر سواء المهاجم او اللوسر سينك اللي هو الجناح الشمال، تلاقيه قاطع من ورا كريم العراي ومن ورا اسامه جلال ويتحول كمهاجم تاني. لو شفنا صور الحالات، اول حاله اتاكد الكلام ده، هما اهم ميزه المنتخب جنوب افريقيا التحول السريع، عندهم سرعات رهيبه. بص حضرتك هتلاقي الهجمه، بداوا الهجمه في الدقيقه 69 والثانيه، نركز في الثانيه 22 دي في وسط الملعب. لما نلاقي الكوره اتلعبت هتتلعب من ورا الباك، نفس الفكره النهارده هيستغلوا المساحه اللي ورا احمد ابو الفتوح، بتتلعب تمرير طولي اهي في الثانيه كام 22. نبص على الصوره اللي بعدها هنلاقي ايه، الهجمه وصلت للدقيقه للثانيه 25 اهي من ورا الباك الشمال. بعد كده في الصوره اللي تحتها الهجمه انتهت في الدقيقه كام، الثانيه 29، يعني بدات في الثانيه 22 وانتهت في الثانيه 29. السرعه رهيبه جدا، بتتكلم في 7 ثواني. وبص حضرتك هتلاقي على اخر الطرف الشمال لوسر سينج، لوسر سينج راح قاطع وداخل لجوه، او البديل بتاعه رقم 10، هتلاقيه برده نفس الفكر، هتلاقيه قطع وتحول كمهاجم تاني. فالجمله دي والنهارده منتخب جنوب افريقيا الخطوره كلها في المساحه اللي ورا احمد ابو الفتوح، والمساحه اللي ورا كريم العراقي، والكرات العرضيه اللي هتتلعب من خلفهم. الصوره اللي بعدها برده هتلاقي في هجمه بنفس الكربون، دي كانت مباراه كوت ديفوار قدامنا على الشاشه برده، نفس الجمله اتلعبت برده عرضيه من ورا الباك الشمال، سرعه التحول، الهجمه برده ما اخدتش يمكن من الدقيقه من الثانيه 19 للثانيه 21، 3 ثواني. الصوره اللي بعدها برده هنلاقي نفس الفكر اهو، المهاجم اللي هو الجناح اتحول كمهاجم تاني في العمق. فده خطورتهم اهم حاجتين، سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، الحاجه الثانيه التحول الجناح لمهاجم. رقم 3 وهي الضربات الثابته، عندهم اللاعب رقم 4 اللي احنا علمنا عليه اللي هو لعيب الارتكاز مكوينا اللي هو بيلعب في سوبر سبورت يونايتد، مميز جدا في تسديد الضربات الثابته. قدامنا الصوره هنلاقي ان هو مميز جدا ده الهدف، ده الهدف الوحيد اللي جابوه. شوطه هو حتى كررت اكتر من مره في اكتر مباراه، ضاعت في بعض الكرات، ولكن بتمثل سلاح مهم جدا في تسديد الضربات الثابته للاعب رقم 4. زي ما قلنا اخطر لاعب فيهم مين، لوسر سينج اللي هو رقم 11 اللي هو بيلعب في الدوري البرتغالي. يمكن في مقارنه ما بينه وما بين رمضان صبحي، اهم يعني يعتبر اغلى لاعب في الفرقه هنا واغلى لاعب هنا في القيمه التسويقيه، لوسر سينج اللي هو رقم 11 ورمضان صبحي رقم 10 طبعا في منتخب مصر، ده بيلعب في النادي الاهلي والتاني بيلعب في مورينز البرتغالي، معار من براجا البرتغالي. يمكن ما بداش اول ماتش لوسر سينج، ده لعب من تاني مباراه، اخذ رجله المباراه في مباراه واحده، رمضان لعب الثلاث مباريات اخذ مباراه واحده، رمضان احرز هدف وصنع هدف وصنع اكتر لاعب في البطوله صانع فرص 10 فرص، واكتر لاعب في البطوله عامل مراوغات ناجحه 15 مراوغه ناجحه رمضان صبحي. لكن لوسر سينج صنع 4 فرص في ماتشين، ده بياكد لك ان هو واحد من اهم المفاتيح اللعب المنتخب جنوب افريقيا اللي هو رقم 11. قيمته التسويقيه 1,080,000 يورو، هو اغلى لاعب في منتخب جنوب افريقيا. رمضان صبحي 5 مليون يورو. رمضان صبحي اول مشاركه دوليه مع المنتخب الاول كان 17 سنة و11 شهر و18 يوم. لوسر سينج أول مشاركة دولية مع المنتخب الأول 19 سنة 7 شهور 23 يوم، فأنت بتتكلم أهم لاعب هنا رمضان صبحي، وأهم لاعب هنا أو مفتاح أخطر لاعب أو أغلى لاعب سميها على حسب ما تسميها، سواء أخطر لاعب أهم لاعب، لوسر سينج هنا رمضان صبحي هنا. برضو نيجي للهداف، هداف البطولة وواحد من أهم المهاجمين في البطولة مصطفى محمد، عندهم برضو المهاجم فوستر، المهاجم فوستر يمكن ما سجلش أهداف ولكن هو محترف في الدوري البلجيكي، مهاجم كويس جدا برضو، قيمته التسويقية أغلى من مصطفى محمد قبل البطولة، أعتقد بعد البطولة أن مصطفى محمد ممكن القيمة التسويقية بتاعته تعلى 100%. فوستر عنده 19 سنة بيلعب في سيركل بروج، ما جابش ولا جون في المباريات اللي لعبها او عدد الدقائق اللي لعبها، لعب 142 دقيقه برده ما لعبش اول مباراه في البطوله. مصطفى محمد لعب 3 مباريات ب 256 دقيقه، هداف البطوله باربع اهداف، لاعب نادي الزمالك، قيمته التسويه 540,000 يورو. لكن فوستر قيمته التسويه 900,000 يورو لانه بيلعب طبعا في الدوري البلجيكي. فانا اعتقد ان مصطفى محمد هيعدي ان شاء الله بعد البطوله. اثنين حراس المرمى لهم دور مهم جدا يا طبعا، يعني انت بتتكلم النهارده احنا بنقول ان هو اقوى خط دفاع في البطوله منتخب جنوب افريقيا، اكيد ورا الرقم ده ان هو عندهم حارس مميز، حارس مميز، وده اللي هيبينه الارقام برضو. يعني الحارس جونسون بيلعب في اياكس كيب تاون في جنوب افريقيا، الحارس عندنا محمد صبحي بيلعب في نادي الزمالك، اللي يمكن جونسون ما استقبلش ولا هدف في 3 مباريات، 3 كلين شيت، لكن محمد صبحي لعب 3 مباريات استقبل 3 اهداف، حافظ على نظافه شباكه مباراه واحده بس. نيجي برضو الاهم رقم اللي هو السيفز اللي هو التصدي صحيح للتسديدات،
هنلاقي ان محمد صبحي 6 تسديدات، الحارس بتاع جنوب افريقيا 8 تصديات. اذا حارس مميز جونسون، واحد من نقاط القوه عند جنوب افريقيا. تمام، اهم نقاط الضعف بقى اللي موجوده في جنوب افريقيا، اهم حاجه في نقاط الضعف النهارده واللي لازم نستغلها رغم ان ما دخلش فيهم ولا هدف، هي التغطيه العكسيه. الظهير الايمن والظهير الايسر، طبعا احنا عارفين ان الظهير الايمن والظهير الايسر مهم جدا ان هو يرحل ويغطي في التغطيه العكسيه في الكرات العرضيه تحديدا. مظبوط. فانت عندك النهارده نقطه قوه مصر في البطوله الكرات العرضيه لمصطفى محمد، باذن الله لما نلعب عليها بشكل مميز جدا. بس اتمنى ان الكرات العرضيه النهارده تتلعب على القائم القريب البعيد اكتر. يعني مثلا لو بالفتوح هنا لو اتلعبت على القائم البعيد، ليه؟ لان هو عندهم مشكله ان الباك الشمال ده ما بيرحلش، التغطيه العكسيه عنده دخوله للعمق سيئه، وبالتالي لما تتلعب لمصطفى محمد على القائم البعيد تقدر تستغلها. كذلك برضو الباك اليمين النهارده لو كريم العراقي متقدم، لو رفعها على القائم البعيد تفرق. في برضو حل تاني ان ممكن رمضان صبحي يدخل للعمق وتقدر كريم العراقي يرفعها له، لان القائم البعيد لو بصينا على اول صوره معانا هنلاقي، بص حضرتك الصوره، مشكله التغطيه العكسيه ده قدام نيجيريا. بص حضرتك الباك الشمال بتاع جنوب افريقيا واقف فين، والكره بتتلعب من وراه. يعني بص هو واقف اصلا باصص للكوره، دايما باصص للكوره والناحيه الثانيه فاضيه، والناحيه الثانيه فاضيه، مركز مع الكوره مش مركز مع المان بتاعه. وبالتالي الكره اتلعبت عرضيه، الصوره اللي فوق هي تلاقي الكره اتلعبت عرضيه، الصوره اللي فوق جايه اللي تحت هتلاقي انه اللاعب بيلعبها براسه، وبالتالي في خلل واضح جدا في مشكله التغطيه العكسيه. تمام، اذا التغطيه العكسيه هي واحده من اهم نقاط الضعف اللي موجوده في منتخب جنوب افريقيا. طول عمر جنوب افريقيا كده طبعا، ولازم نستغلها. انت النهارده انت بتتكلم في نقاط قوه مصر الكرات العرضيه، اهدافنا كلها النهارده 4 اهداف كرات عرضيه، هدفين ضربات ركنيه، فدي سلاح مهم جدا ان شاء الله لما يبقى نقطه قوه مصر هنا ونقطه ضعف جنوب افريقيا هنا نقدر ان شاء الله ان احنا نستغلها. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ان شاء الله ولنا لقاء بعد نهايه هذه المباراه باذن الله. شكرا وبالتوفيق باذن الله لمنتخب مصر. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هلتقي بثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال. هنتكلم عن النواحي الفنيه لمنتخبنا الوطني في هذا اللقاء بعد الفاصل. نجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ ازيك كابتن شرف منور. لا نورك ابو كابتن. النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك يا سلام. ازيك كابتن؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. لا تقولش اسمي يا جماعه، بلال مش معانا النجم، بس اعتبره بلال مش موجود. لا لا انا لوحدي. لا كابتن احمد بلال، استنى كده اسامير، ينفع نقعد بلال هناك وتجيبه برضه لوحده؟ لا لا النجم وخلاص. ها لا النجم ازاي؟ ازيك كابتن فتحي؟ ازيك يا كابتن؟ حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. المنتخب الاولمبي الحقيقه بسم الله، انا مش عايز اتكلم عن المنتخب الاول خالص لان ما عندناش وقت اولا، ثانيا ان شاء الله في حلقه بكره نقدر نتكلم اكتر عن المنتخب الاول، لكن النهارده كابتن الحقيقه المنتخب الاولمبي بسم الله ما شاء الله اداء جيد جدا، اداء رائع، اداء ثابت، روح عاليه جدا جدا جدا، مجموعه جيده جدا من اللاعبين فرضت اسمها خلال الثلاث مباريات اللي لعبوها على مصر كلها الحقيقه. الحقيقه كابتن اسلام يعني هذا الاستوديو في وجودك طبعا انت كمسؤول عننا هنا في المجموعه في المحاوره، والكباتن الكبار كابتن حشيش وكابتن بلال في الافتتاح. ايوه شكل الفرقه ما كانش هو، ومصر كلها ما كانتش مطمئنه. مظبوط. ولكن الحمد لله الخبره لها دور في طبعاً. ان احنا قيمنا ان هذا الفريق لسه مخضوض من شويه الجمهور اللي حضر، من شويه مش من جمهور كتير. صح. مخضوض من اول مباراه، مخضوض من البطولة، مخضوض من التاريخ بتاع بطولة إفريقيا للفريق الأول. مزبوط. كل دي كانت مشكلة عليهم ضغوط، لما هيتحرروا من الضغوط دي هينطلقوا زي ما هم شافوا. ويمكن أنا تابعتك في الاستوديوهات كلها أو كل الاستوديوهات بتقول الفريق فيه تصاعد. صح. وهي دي سمة البطولات. الفريق البطل أي فرقة لو نمسكها في كأس العالم برضو مش كلام نظري،
الفرقه بتبدا في الاول ما هياش الفرقه. ايوه. لا انا اذكركم في 82 ايطاليا. ايطاليا في مجموعتها ما جابتش جول وما دخلش فيها جوال. تعادلت ثلاث ماتشات تيالي صح؟ 0-0. ما دخلش فيها جوال وما جابتش ولا جول. يبقى اكيد اتعادلت. وخدت البطوله. يعني بدات ضعيفه، مش اللي بدات بخمسه سته وباربعه وبثلاثه وكده. احنا بدانا كده برضو. ايوه. فالفرقه الحمد لله في 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 تصاعد. ايوه. لكن المباراه دي لها حسابات، مش معنى انها في تصاعد طبعا، لان احنا كده. انت عندك المباراه دي، المباراه دي لها حساباتها الخاصه كفرقه جنوب افريقيا. لو نعرف ان جنوب افريقيا في الافتتاح النهارده بالنسبه للمباراه النهائيه، غانا خسرت، ساحل عكوة اللي كسب. جنوب افريقيا لم يدخل مرماها هدف، ولكنه احرز هدف واحد، ولكن احرز هدف واحد من كره ثابته في ساحل العاج، ومن كره ثابته ومن كره ثابته، ودخل فيه هدف واحد من زيمبابوي لما كانوا بيلعبوا انجولا، خسروا من في التصفيات الاولانيه بتاعتهم. في التصفيات الاولى، في التصفيات الاولى جابوا 11 جول ودخل فيهم هدف. وبالتالي هدف واحد من ضربه ثابته برضه. برضه يعني اذا التماسك والالتزام الدفاعي عندهم مظبوط 100%. دي انا ليه بقول المثل ده؟ بقول على اساس الناس بيقولوا ده هم ما لعبوش مباريات وديه. لا، لعبوا قبل كده في التصفيات الافريقيه، واحنا ما لعبناش التصفيات الافريقيه. فهم لعبوا التصفيات ولعبوا معانا مباراتين، كل المباريات دي هم ما دخلش فيهم مباراتين وشوط. يا ثلاث اشواط، مباراه الثلاث اشواط ومباراه شوط واحد. برضو كانت من ضربات ثابته. اذا عندهم التزام دفاعي وثبات دفاعي واتزان في الملعب. ده لازم عايز فكر كتير قوي ان احنا نقدر نسجل. تمام. كابتن حشيش، تشكيله منتخبنا الوطني تشكيله واضحه، يعني هو هو خط الدفاع تقريبا، مش تقريبا، هو هو خط الدفاع، حارس المرمى يعني محمد صبحي، محمد عبد السلام، اسامه جلال، احمد رمضان بيكم، ناحيه اليمين كريم العراقي، ناحيه الشمال احمد ابو الفتوح، اثنين في وسط الملعب اكرم توفيق وعمار حمدي اللي بيعود بعد ثلاث انذارات، رمضان صبحي ناحيه الشمال، عبد الرحمن مجدي اللي كان بادئ في بدايه البطوله كان صلاح محسن، ولكن عبد الرحمن اثبت جداره في الحقيقه فبيكمل، وفي الامام نجم منتخبنا الوطني الاولمبي مصطفى محمد. يعني في البدايه عايز اقول يعني زي بقى يتكلم كابتن فتحي، البدايه كانت غير موفقه من المنتخب بتاعنا، وكان في عدم ثقه ما بين الجمهور والفرقه، بانت حتى في عدد الجمهور المتصاعد يا كابتن فتحي بمناسبه كلام حضرتك من المباراه للتانيه، برغم الدعايه اللي حصلت من البدايه، انما شفنا يعني حضور جماهير قليل في المباراه 10,000 الاولانيه. قليل بالنسبه لنا، بيبقى 10,000 ده قليل. مكسب صحيح الماتش الاولاني بتاع مالي، بس اداء باهت غير مقنع، ما يعني ما يطمنش الجمهور. مزبور. جينا المباراه الثانيه، مباراه غانا، برغم الخساره في البدايه، انما الرجوع اللي عمله طبعا منتخب مصر والاداء القتالي، واللي اهم من ده كله اللي كان يهم الجمهور اكتر من الاداء. أيوه. هو ان يحس ان الجمهور ان اللعيبه بتلعب بحماس وقلب. هو ده اللي فرق. انت ممكن هو ده اللي فرق، ممكن تكون قدراتك 60-70%، انما الحماس والقتال بيديك نسبه اكبر، وده اللي بيهم الجمهور. المباراة شفنا بقى طبعا جمهور في غانا، الجمهور طبعا زاد جدا في المباراة الثالثة، هي مباراة الكاميرون. أداء طبعا ونتيجة مع فرقة من أقوى الفرق اللي كانت موجودة وكانت مصنفة، تحس بقى ابتدت تشم كمان ريحة بطولة. أيوه. يعني خلاص الناس بقت طمعانة أكتر يا كابتن في إن احنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ونصل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وناخد ميدالية. لأن كمان. أنت عندك الثلاث عناصر، الجماهير ملت الاستاد، والنهارده برضو من خلال الراديو وانا جاي جمهور مال الاستاد. مال الاستاد ان شاء الله. اداء الحمد لله كويس، روح قتاليه عاليه وحماس غير عادي من اللعيبه. من خلال الدور الاولاني تحس ان فعلا بامانه شديده ان من احسن الفرق اللي موجوده في البطوله من ناحيه الروح القتاليه والاداء واللعيبه كمان على المستوى الفردي هو منتخب مصر. فان شاء الله باذن الله النهارده مباراه قويه جدا مع منتخب صعد بمباراتين تعادل ومباراه مكسب. صحيح ما جابش اهداف كتيره، بس ما دخلش فيه اهداف، وفرقه التخوف بيلعبوا كوره
طبيعه لعب جنوب افريقيا وفرقها كلها احنا عارفين. جاب هدف واحد. جاب هدف واحد بس ومن كره ثابته برضو. يعني لازم نقول للناس كل شويه انهم كره ثابته. الفرق اللي موجوده او الفرق الموجوده في جنوب افريقيا كلها بتلعب بالكره البرازيلي اللي بينقلوا الكره من تحت. بيوجد على فكره الكونتر اتاك بيطلعوا منظمين جدا جدا. ولو مش عايزين نذكر الناس طبعا بالامم الافريقيه للكبار وماتش جنوب افريقيا والكونتر اتاك اللي اتعمل في الاخر اللي احرزوا منه هدف. فرقه تخوف، عايزه تركيز كبير، عايزه مؤازره جماهيريه قويه. طيب من الاول لاخر. بمناسبه المؤازره الجماهيريه خلينا نقول لحضراتكم خبر حاليا دلوقتي موجود، رقم عالمي جديد، اول مباراه تحت 23 سنه في تاريخ كره القدم المصري في كره القدم العالميه وعلى مستوى العالم، يعني كله مش على مستوى مصر بس، بيحضروا قرابه 70,000 متفرج في استاد القاهره. خبر مهم جدا 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 لانه الحقيقه لم يحدث قبل كده بناء على الخبر يعني اللي قدامنا ان تكون هناك مباراه فيها 70,000 متفرج، وهي للصدفه ان هي مباراه غانا وكوت ديفوار لانه الناس كلها جايه عشان تتفرج على مباراه مصر. صح طبعا. وبالتالي يعني هي اللي خدت الاسم الاكبر، لكن في النهايه هي المباراه بتلعب في مصر في استاد القاهره، رقم قياسي جديد بيسجل في اولى المباريات اللي بتلعب تحت 23 سنه في تاريخ مباريات كره القدم وعلى مستوى العالم، حضور قرابه 770,000 متفرج في استاد القاهره، برغم ان هي برضو مباريات مؤهله لبطوله تانية اولمبياد. مظبوط. لكن فرحه الناس بطولة بالمنتخب يعني. مش بطوله يعني فرحه الناس بالمنتخب يعني. فانما الناس من اللي شايفاه من المنتخب الكبير بتتنشأ على حاجة واعدة ومستقبل قريب، يعني يبقى ضمن المنتخب الموجود ده. حظه حلو اللي هيجي حلقة بكرة، حلقة بكرة هيبقى فيها ايه؟ فهو الحقيقة يعني ان شاء الله احنا بنتمنى لهم الفوز النهاردة. انا شايف يعني من خلال التشكيل طيب. اهم عنصر يعني بالنسبة لي طبعا هو مثبت عبد الرحمن مجدي بعد ما نزل الشوط الثاني مباراة غانا وعمل الفارق الكبير ولعب مباراة الكاميرون بشكل كبير جدا جدا وثبت فعاليته ناحية اليمين والفايدة الكبيرة اللي بيعملها من الكروسات اللي بتتعمل لمصطفى محمد، وده هو ده الغرض الأساسي. بقية الفرقة طبعا ماشيين بشكل كويس قوي، إذا كان أحمد أبو الفتوح، مش عايز يعني أقول أسماء عشان كله مؤدي بشكل كويس. تمام. بلال، أهم ما يميز جنوب أفريقيا في كل حتى فرق لما تيجي تلعب سان داونز، اياكس جنوب افريقيا، اي حد من الفرق بتاع جنوب افريقيا بيقول لك ايه؟ اقفل عليهم الاطراف الموضوع انتهى. لكن انت برضو عندك الاطراف بتاعتك هي اهم ما يميز منتخبنا الوطني، بمعنى ان اطراف منتخبنا الوطني كريم العراقي واحمد ابو الفتوح ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي هيقابلوا الاطراف اللي هي في جنوب افريقيا ما بيخشوش لجوه زينا. من جنوب افريقيا دايما بيبقوا زي ما انت عارف كده فاتحين على الخطوط. كيفيه مواجهه الخطه اللي زي دي؟ ان انا دايما اتنين فاتحين. بص خليني اقول لك في البدايه ان يمكن الفرقتين متشابهين شويه. منتخب مصر عنده الامكانيات والقدرات الكبيره، طريقه لعبه مشابهه شويه لطريقه لعب المنتخب الجنوب افريقي. احنا دايما بنحضر وبنشتغل على اطراف الملعب سواء اذا كان من عند رمضان صبحي او من عند عبد الرحمن مجدي زي ما قال الكباتن في اخر مباراه ونص الشوط الثاني من مباراه غانا والمباراه الكامله كلها بتاعه الكاميرون. قدرنا ان احنا كنا في الاول بنشتغل من ناحيه واحده، فكان من السهل جدا ان اي مدير فني يشتغل عليك يوقفك في الحته دي، يقفل لك الحته دي. وكانت عندنا صعوبات في مباراه مالي زي ما اتكلمنا قبل كده في الاستوديو، ان منتخب مصر عنده صعوبات كبيره جدا في الاختراقات، عنده صعوبات في الحته الدفاعيه. يعني ممكن نكون نلتمس لهم العذر، وانا كنت اختلفت مع الكابتن في الحته دي. هو طبعا كلامه مختلف على طول. هو لا مش على طول، عشان كده بقول له هات لنا كرسي هناك بعيد وكاميرا لوحده وكل حاجه. لكن طبعا يعني كابتننا الكبير طبعا كلامه يعني هو اللي مش وعنده هو عنده كل حاجه، ما رضيش يرد عليك يوميها على فكره. بس انا كنت بتكلم على يوميها برضه كابتن حضرتك معايا، بتكلم على مباراه مصر ومالي، ما جيتش لحد غانا ولا الكاميرون. فعايز اقول ان القدرات متشابهه يعني. منتخب مصر عنده الامكانيات، بس منتخب مصر يفوق منتخب جنوب افريقيا في حاجه مهمه جدا، ان انت عندك اللعيبه اللي تقدر تسجل اهداف. صح، دي الميزه اللي موجوده عندك. تستغل الكرات العرضيه بشكل جيد. كان مصطفى محمد هو هداف البطوله تقريبا، او هو هداف البطوله، هو هداف البطوله اربع اهداف. معظم الكرات بعد مباريات النهارده، معظم الكرات اللي استغلها لتسجيل الاهداف كلها كانت كرات عرضيه. مظبوط، من على اطراف الملعب. فبالتالي اذا انت بتنجح يا كابتن في انهاء الهجمه، عندك اللعيبه اللي تقدر تنهي الهجمه. طيب بالنسبه لك عندك اللعيبه. خلينا نروح لاستاذنا الاستاذ الناقد الرياضي الاستاذ حاتم رضا.
نعرف برضو اخبار الاستاد ايه في او الاجواء ما قبل بدايه هذه المباراه. استاذ حاتم ازي حضرتك؟ الو الو الو. ما ممكن تلاقي الاستاد على فكره السيجنال مش ممكن ما تلاقيهاش كويسه عشان العدد الكبير 70000 اتصالات. طيب هنحاول نجيبه مره ثانيه. اتفضل يا بلال. بس فعايز اقول لك ان انت عندك المقدره انك تقدر تستغل كل الهجمات بتاعتك، تقدر تستغل الكرات العرضيه اللي بتشتغل عليها. منتخب جنوب افريقيا منتخب منظم جدا، دفاعاته جيده جدا لانه بيعمل عمليه الضغط تمام في نص ملعبه، بيقدر ما بيديش مساحه ولا بيدي وقت لكل المنتخبات اللي بتهاجم عليها. كابتن دايما في نص ملعب عنده حته الضغط، عنده الارتداد السريع جدا من الدفاع للهجوم والعكس من الهجوم للدفاع، ومنتخب عنده سرعات كتيره جدا فعلى اطراف الملعب وكمان في قلب الملعب، لكن عنده مشكله كبيره جدا هي مشكله تسجيل الاهداف، استغلال الفرص. منتخب جنوب افريقيا يمكن من المنتخبات اللي بتتاح ليها فرص كتيره جدا، ولكن حته عامل تسجيل الاهداف مش موجود، فبالتالي دي نقطه ضعف ممكن يستغلها منتخب مصر بشكل جيد جدا. يعني مطالب بس من منتخب مصر في المباراه دي عشان بيلعب منتخب عنده سرعات ان ما يديش مساحات كتير، ما يخليش دايما المساحات، ما يديش مساحات ما بين لعيبه نص ملعب واللعيبه المدافعين، ما يديش مساحات من الخط الهجومي وخط نص ملعب، لان المساحات دي يقدر يستغلها لعيبه جنوب افريقيا بالسرعات والمهارات اللي موجوده عندهم. عندهم الثلاثي وسط الملعب موكينا ودلالا وسيفومبولي، لعيبه عندها كره، عندها مهاره، عندها سرعه، بتقدر تعمل عمليه التحول السريع جدا من الدفاع للهجوم. فبالتالي انت قدام منتخب يا كابتن شبه منظم شبه مكتمل، لازم تشتغل معاه فنيا اكتر منه برضه حماسيا. المباراه فيها حماس كبير جدا، ممكن طابع الحماس يبقى غالب بالنسبه للمنتخب المصري، غالب على طابع الاداء الفني او الاداء التكتيكي، لان في بعض الاوقات انت ممكن تخرج حته التكتيك من الملعب وتشتغل بالروح القتاليه اللي موجوده عند اللعيبه. أيوة. بالسبيريت بتاعتهم، بالدوافع اللي ممكن المدير الفني يحطها كبتشاو غريب. النهارده انت بتتكلم في بطوله كبيره برضه، بطوله تحت 23 سنه، دي بطوله افريقيا، يعني لو كسبت البطوله هتاخد الكاس، واعتقد دي ثاني بطوله تنظم بالشكل ده، ثالث بطوله تنظم بهذا الشكل. فانت عندك فرصتين انك تحصل على بطوله مقامه على ملعبك، الحاجه الثانيه انك تروح تلعب في الاولمبياد، ودي حاجه ما بتتكررش لمعظم اللعيبه، ما بتجيش في سن كتير، يعني كل اربع سنين، فبتفوت اجيال كتير جدا. فالنهارده حته الدوافع بالنسبه للمنتخب المصري مهمه جدا يا كابتن. حته التكتيك النهارده برضه هتبقى اهم بكتير جدا من الحته بتاعت التكتيك. الدوافع هتبقى اهم منها بكتير جدا، لان انت يا اسلام لما بتلاعب فريق على نفس تصنيفك غير لما بتلاعب فرقه اقل منك شويه. طيب عند اقل منك دي خلينا نقف هنا لحظه بلال، وبعدين نرجع مره ثانيه نروح بس لزميلنا حاتم رضا الناقد الرياضي علشان يقول لنا اجواء ما قبل هذه المباراه. استاذ حاتم ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل ضيوفك الكبار. مساء الفل. عايزك تطمنا الاول على اجواء ما قبل هذه المباراه والجمهور وتسخين الفريق وايه الامور عامله ازاي؟ والله يا كابتن اسلام عايز اقول لك انه يعني ان شاء الله تكون امسيه كرويه رائعه علينا جميعا، يا رب ربنا يكتملها في النهايه بتاهل ان شاء الله، بفوز بتاهل ان شاء الله الاولمبياد. يمكن منتخب كوت ديفوار منذ قليل كان هو اول تاهيل للاولمبياد. جمهور مصر حاضر وزحف بشكل كبير جدا من قبل هذه المباراه، مباراه مصر وجنوب افريقيا، كان في حضور جماهيري كبير جدا في المباراه اللي فاتت، مباراه غانا وكوت ديفوار. يمكن عايز اقول ان يمكن في رقم قياسي عالمي اتحقق النهارده، انه اول مباراه بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه يحضرها ما يقرب من 70000 مشجع، هي الساعه الكامله لاستاد القاهره. يمكن بالطبع الجماهير دي كلها جايه عشان تفرح مع منتخب مصر النهارده، لكن كان في حرص من الجماهير ان هي تملا الاستاد منذ المباراه الاولى. الجماهير يا كابتن اسلام بمنتهى الالتزام في الدخول، عمليه الدخول بتتم بثلاثه كبيره جدا، الجهات الامنيه والتنظيم هنا بشكل رائع جدا مع الفان اي دي مع التذكره بتكون في اقل من دقائق، ما حسيناش حتى رغم التكدس الكبير او في داخل الملعب، لكن على البوابات ما لاحظناش واحنا داخلين اي زحامه او اي شكاوى. الجماهير حرصت ان هي تستقبل لاعبي منتخب مصر اللي اجوا الاقناع منذ قليل، ويمكن توجهوا منذ قليل الى غرف قلع الملابس. كان في استقبال قوي جدا لجميع اللاعبين، جمهور مصر حرص ان هو يهتف لجميع اللاعبين بالاسم واحد واحد، الاحتياطيين والاساسيين كلهم. وكان بالتاكيد رمضان صبحي بينال القسط اكبر من التشجيع بصفته قائد منتخب مصر، يمكن اللاعب الابرز في هذا الفريق وفي هذا المنتخب. كمان كابتن سيد غريب نال هتاف قوي جدا من اللاعبين من الجماهير عفوا.
عايز اقول انه حاليا وانا بكلمك الاستاد ممتلئ عن اخره، مفيش مكان لفرد واحد يعني فاضي في الملعب. كل الجماهير ان شاء الله النهارده جايه متدفعه حوالين المنتخب مصر الاولمبي، لانه ببساطه الاستاد دي الحاجه اللي صراحه النهارده قدام المنتخب اللي بيقدر الجماهير على الفطره، وان شاء الله يكون المنتخب عند حسن ظن النهارده وتيجي نتيجه يعني صالحنا، وان شاء الله نكون ثاني متاهلين للاولمبياد، وان شاء الله نلعب المباراه النهائيه قدام كوت ديفوار ويكون لنا نصيب ان شاء الله بطوله. ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ حاتم على كل هذه المعلومات. الاستاد ممتلئ عن اخره، وهو دائما كالعاده جمهور مصر الحقيقه بيقف خلف اي منتخب، اي منتخب ومهما كان منتخب في الاخر هو يحمل اسم منتخب مصر. خلينا نروح نشوف تقرير عن نجوم منتخبنا الاولمبي، هم تالقهم في هذه البطوله، وان شاء الله يكونوا هم مستقبل مصر خلال الفتره القادمه. عقب انتهاء المنتخب الأولمبي من دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر، أثبت الفراعنة الصغار أنهم المستقبل الحقيقي للكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، لا سيما بعد المستوى الرائع الذي ظهر به المنتخب الأولمبي ونجح في تحقيق نتائج إيجابية على منتخبات قوية خلال مباريات المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات مالي، الكاميرون، وغانا. ونجح الفراعنة الصغار في تحقيق العلامة الكاملة. في الوقت نفسه اقترب المنتخب الأولمبي من التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها في طوكيو قبل مواجهته التي ستنطلق خلال دقائق أمام جنوب إفريقيا في دور قبل النهائي لبطولة الأمم الإفريقية. ولكن تنفست الجماهير المصرية الصعداء بعدما تألق أكثر من لاعب مع المنتخب الأولمبي وأثبت جدارته في اللعب لصفوف المنتخب الوطني الأول الذي يعاني في الوقت الحالي من عدم وجود عناصر متميزة، هو ما وضح خلال مباراتي كينيا وجزر القمر. على رأس هؤلاء اللاعبين الذين اقتربوا من الانضمام لصفوف المنتخب الوطني مصطفى محمد، هداف بطولة الأمم الإفريقية برصيد 4 أهداف، والذي أكد قدرته على قيادة هجوم المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. أيضا هناك القائد رمضان صبحي، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وأحد العناصر اللامعة مع أبناء شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي. هناك أيضا أسامة جلال، صخرة الدفاع الجديدة التي تتفتت أمامها قوة المهاجمين الأفارقة. وهناك أيضا أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر الذي قدم مستوى متميز وشكل جبهة يسرى قوية مع القائد رمضان صبحي. جميع هؤلاء اللاعبين أثبتوا أن مستقبل الكرة المصرية في أمان. النهارده بنلعب اقوى خط هجوم بيلعب اقوى خط دفاع في الدوري. اقوى خط هجوم هو هجوم مصر، واقوى خط دفاع هو دفاع جنوب افريقيا. احنا لعبناهم قبل كده مرتين وعارفينهم، فاذا اللعيبه يعني حافظينهم، يعني خوف اللعيبه والرهبه مش موجوده، لكن هي الفكر بقى هنا ازاي اتفوق. كل ده هيبقى شغل خططي ما بين الاثنين مدربين، وهل اللعيبه هتنفذ الكلام اللي بيقوله المدرب ولا لا. الفرقه اللي هتقدر تنفذ فكر المدرب في الملعب هي الفرقه اللي هتتفوق عليهم بالنسبه لمباراه اليوم. اهم الاوراق الرابحه النهارده في منتخبنا مع منتخبنا الوطني. طبعا رمضان صبحي من الاوراق طبعا الرابحه بالنسبه للمنتخب مصر، معاه طبعا احمد فتوح ومصطفى محمد. اللي انا عايز اقوله ان مش عايز النهارده الحماس الزايد قوي مع الجمهور ياثر على الاداء. وفي نفس الوقت انت عندك النهارده مباراه بدات انها تقبل ان ممكن يبقى فيها وقت اضافي، فتوزيع الجهد مهم جدا جدا خلال المباراه.
المباراة النهاردة في حد ذاتها إن ممكن تتأهل النهاردة للأولمبياد. ممكن يبقى في حسبة تانية تالت ورابع وتعمل حسابات لنفسك ملهاش لازمة. فأنا عايز أقول إن يبقى في توازن ما بين الحماس والأداء عشان توصل إن شاء الله بإذن الله اللي أنت عايزه. بلال، النهاردة مصطفى محمد عليه دور كبير جدا في الكرات العرضية، كيف يمكن لمصطفى النهاردة أن هو يحرز أهداف أكتر من الفترة؟ يعني هو جايب 4 أهداف في 3 مباريات، احنا عايزينه يجيب النهاردة الواحد 4 مباريات 4 أهداف. بص، منتخب جنوب أفريقيا يمكن من المباريات اللي أنا اتفرجت عليها وعنده مشكلة في الكرات العرضية، يعني تمام، وانت بتجيد الكرات العرضيه كمنتخب مصر، فانت النهارده لازم تستغل نقطه الضعف اللي موجوده عند الخصم. لو قدرت تستغلها النهارده استغلال مصطفى محمد لعيب عنده قامه طويله، يعني زياده الكرات العرضيه، الكروسات العرضيه، أوكي. مش لازم توصل بالكره لحد خط المرمى عشان تعمل الكروس العرضي، ممكن من بعيد تعمل الكروس العرضي. مهم جدا، زي هدف مالي، مهم بالظبط، مهم جدا تلعب من بعيد. مهم جدا يا اسلام، وانت بتلاعب فرقه دفاعها منظم يبقى في ثنائيات دايما يا كابتن، 2-1 دايما من لعيبه منتخب مصر على اطراف الملعب، دايما يكون في زياده في ال 18 عشان تقدر تستغل الكرات العرضيه، لان انت بتشتغل على الحته دي واجدت فيها في اكتر من مباراه. فبالتالي استغلال مصر النهارده للكرات العرضيه بشكل جيد يخليك النهارده تقدر تكسب مباراه. تاني حاجه، انك ما توسعش المساحات، ما تديش فرصه لجنوب افريقيا يستغلوا السرعات والمهارات الفرديه. أيوة. عندهم. أيوة. لو اديت فرصه للمنتخب جنوب افريقيا ان يستغل السرعات اعتقد هيحرق كتير جدا المنتخب المصري. ده هيتطلب حاجه، معلش يا اسلام، ان ما يبقاش في ضغط من قدام قوي، لان الضغط من قدام قوي هيعمل حاجتين. اول حاجه هيفتح الملعب ويفتح الخطوط، وتاني حاجه هيتبذل جهد كبير جدا جدا ممكن ياثر عليه في نهايه لا قدر الله. 120 دقيقه بالظبط. طيب، عموما كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاولمبي في هذه المباراه، ويكون ثاني المتاهلين لاولمبياد طوكيو 2020 يا رب ان شاء الله. ربنا يكرمنا. هسيب حضراتكم دلوقتي تتفرجوا على هذه المباراه الهامه جدا، مباراه منتخبنا الوطني ضد منتخب جنوب افريقيا، وبعد المباراه مباشره هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره مع نجومنا الكبار كابتن فتحي، كابتن حشيش، كابتن بلال، اللي بشكرهم جدا، وهلتقي مع حضراتكم ان شاء الله بعد نهايه المباراه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بشكر حضراتكم، هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه، واستناكم بعد نهايه المباراه مباشره. We'll be right back.